ينضم إلينا الآن عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من الريحانية. عبادة مرحبا بك، ما مناسبة حديث فاتح أربكان هذا عن إعادة اللاجئين؟ نعم حقيقة محمد، هذه ليست التصريحات الأولى لفاتح أربكان التي تأتي بخصوص اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلدهم سوريا. طبعا هذه التصريحات يعني كانت تتكرر خلال الفترات الماضية، ويعني بدأت حقيقة بشكل متتالي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وانتخابات البلدية. هذه التصريحات يعني اليوم وسائل الإعلام التركية تقول أنها تأتي في وقت يعني ازداد فيه الحديث عن موضوع إعادة علاقات مع نظام الأسد والتطبيع بين الحكومة التركية وحكومة النظام. طبعا يعني فاتح أربكان خلال تصريحاته دائما يركز على موضوع أن اللاجئين السوريين صرف عليهم مبالغ كبيرة خلال إقامتهم على الأراضي التركية، ويعني اليوم الوضع مناسب لعودتهم إلى سوريا. طبعا هذا الأمر حقيقة بعض الوسائل تقول أنه ينافي ما تصرح به الحكومة التركية عن وضع التوتر الأمني على الحدود وعدم سحب الجيش التركي لقواته، ويعني المقارنة التي تحدث بين يعني تصريحات السياسي التركي وبين ما يعني تقوله الحكومة التركية خلال تصريحاتها يعني عن وطلبها من يعني إعادة العلاقات مع النظام، خاصة أن هناك شروط أساسية أهمها هي يعني تشكيل الحكومة جديدة وإعادة انتخابات وأيضا إقامة دستور جديد. هذه يعني الوسائل تقول بأن هذه الشروط اليوم غير مناسب الحديث عن عودة اللاجئين قبل تحقيق هذه الشروط التي يعني هي التي فرضتها أو التي طلبتها الحكومة التركية من نظام الأسد. طبعا يعني المعارضين التركيين حقيقة خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد الانتخابات التركية زادوا من حدة التصريحات بشأن اللاجئين السوريين وعن طول فترة إقامتهم على الأرض التركية وعن كميات المبالغ التي صرفت خلال هذه الفترة، وأيضا على أن النظام السوري وبشار الأسد هو الرئيس الحالي لهذه لسوريا وأنه هو الرئيس الرسمي بعد الانتخابات التي جرت في سوريا. طبعا يعني هناك حديث حقيقة في الأوساط الإعلامية وأيضا يعني في الشارع بأن هذه التصريحات تأتي اليوم لتزيد حدة العنصرية والتوتر بين السوريين والأتراك، خاصة يعني أن الوضع لعدد كبير من السوريين هو غير مناسب، يعني خاصة أن مئات الألوف من السوريين الذين يقيمون على أراضي تركيا هم من مناطق أصلا نظام الأسد يسيطر عليها وهي مناطق مدمرة بشكل كامل. ذكرت موضوع القوات على الحدود، لو تضعنا في الصورة عبادة، التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع التركي كانت تقول بأن وجود الجيش التركي على الحدود وعدم انسحابه من شمال سوريا هو لحماية أمن الحدود التركية ولحماية أيضا الأمن القومي التركي. هذه التصريحات كانت هي تصريحات قبل عدة أيام وهي شرط أساسي كان من قبل نظام الأسد لإعادة العلاقات. الوزير الدفاع التركي قال يعني لا يوجد انسحاب للقوات التركية من شمال سوريا حتى يطبق يعني الشروط التي فرضت عليه من تشكيل دستور جديد وإعادة انتخابات ويعني حل الوضع الأمني أو تأمين الحدود من الطرف السوري. طبعا هذه التصريحات الأخيرة كانت قبل عدة أيام لوزير الدفاع التركي، والجيش التركي حقيقة متواجد على الأرض وهو موجود منذ عدة سنوات، وتركيا تقول أن وجود الجيش التركي في شمال سوريا هو في الدرجة الأولى لحماية هذه المناطق وأيضا لحماية الحدود الطويلة بين شمال سوريا وجنوب تركيا. شكرا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا من الريحانية.